اهلا بحضراتكم ولكم التحيه. و يعني انا بتصور كده انه احنا في ظل اللي بيحصل ده لازم نسال نفسنا سؤال، وبتصور انه السؤال ده لازم يبقى عنوان كبير ولازم كلنا نفكر فيه علشان نعرف اهميه اللي حصل. تخيلوا في ظل اللي بيحصل ده كله، ماذا لو لم تقوم الدولة المصرية بعمل المشروعات القومية سواء في قطاع الغذاء الأمن الغذائي أو في قطاع الطاقة؟ يعني تخيل كده وانت بتتفرج على الشاشات وبتتابع الأخبار، وبعدين لازم على طول تربط انه اللي بيحصل في مصر منذ تولي الرئيس السيسي، انت شايف المشروعات دي اتعملت في الوقت القياسي ده؟ تخيل لا قدر الله لو ما كانتش اتعملت في ظل اللي بيحصل على مستوى العالم. العالم كله مشغول بالتداعيات الاقتصادية اللي ظهرت بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. دول العظمى نفسها صرحت بتخوفاتها من أثار العمليات العسكرية على الاقتصاد العالمي وعلى الأسعار بشكل عام. بي بي سي قالت إنه غزو روسيا لأوكرانيا كارثي على الإمدادات العالمية من الغذاء بشكل عام. إندبندت قالت إنه أزمة سلاسل توريد عالمية جديدة، أزمة جديدة في السلاسل وفي التوريد مع تفاقم الحرب الروسية الأوكرانية، نقص شديد في المواد الأولية أدى إلى إغلاق مصانع في أوروبا وفي آسيا مع توقف الشحن من وإلى المنطقة الحيوية. تصريحات والأخبار دي كلها من مصادرهم هم، تصريحات رسمية للمسؤولين في الخارج مش تصريحاتنا احنا. قبل كده بايدن قال إنه ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا وإنه هو مسؤوليته أو مهمته دلوقتي هو السيطرة على الأسعار. ماكرون قال إنه الحرب في أوكرانيا هتطول ويجب أن نستعد لها. الحكومة الفرنسية بتعمل دلوقتي حاجة اسمها خطة صمود لمواجهة العواقب الاقتصادية اللازمة. ده من الأخبار المهمة النهاردة. كمان آخر الأخبار بتقول إنه أسعار النفط تقفز لأعلى مستوياتها من 2008، أسعار القمح تقترب من المستويات القياسية. في وسط ده كله، في وسط الأخبار اللي احنا بنقولها لحضراتكم على لسان والمسؤولين في الدول الكبرى وفي العالم كله والدول العظمى، عشان كده زي ما بدأت مع حضراتكم، تخيل لو لم تقوم الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي بكل هذه المشروعات القومية. خلينا بس نتكلم في قطاع الزراعة، قطاع الأغذية، أو بنتكلم كمان في ما يتعلق بقطاع الطاقة. لازم نسأل نفسنا السؤال ده. مشغولين بارتفاع الأسعار، ارتفاع الأسعار اللي بيقال إلى الآن لسه الحرب ممتدة، محدش عارف هتخلص إمتى. تخيلوا لو ما كناش عملنا، الدولة المصرية لو ما كانتش عملت هذه المشروعات القومية في قطاع الزراعة وقطاع الطاقة. العالم كله شوفوا الصراع واصل لفين. النهاردة سيادة الرئيس وجه في اجتماع النهاردة مع دكتور مصطفى مدبولي، وجه سيادة الرئيس النهاردة بتعزيز استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية للدولة. وجه كمان سيادة الرئيس النهاردة بالتوسع في التعاون مع الدول الإفريقية ضمن مبادرة مصر الرقمية. خلينا نسأل أهل الحكاية ونعرف رأيهم إيه في ظل ما يحدث الآن، وإحنا بنتكلم كده وبنقول لو ما كانتش الدولة المصرية قامت بهذه المشروعات، بعمل هذه المشروعات. انت بتتكلف مشروعات كتيرة قوي على فكرة، استخيل بقى ان كل ده ليه علاقة باللي بيحصل في العالم. هنشوف الموضوع، لكن خلينا اقول لحضراتكم النهاردة عندي حالة من الشرقية ان شاء الله اعرضها على حضراتكم. بس خلينا نرجع للسؤال المهم، ورحب بالدكتور ابراهيم مصطفى خبير الاقتصادي. دكتور ابراهيم مساء الخير يا فندم.
نور يا مدام عزة، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك دكتور ابراهيم، اهلا بيك فندم. اهلا بحضرتك. اعتقد أهلاً ان احنا في ظل اللي بيحصل في العالم دلوقتي من توترات، العالم كله مشغول، الدول العظمى مشغولة بفكرة الإمدادات لارتفاع الأسعار وأيضا التضخم الاقتصادي العالمي، فأعتقد أن احنا يعني لازم نفكر نفسنا كده ونفتكر لو ما كانتش الدولة المصرية دكتور إبراهيم، ما كانش الرئيس السيسي عمل المشروعات القومية الخاصة بس فيه، لو اتكلمنا النهاردة بس على سبيل المثال مثلا في مسألة الأمن الغذائي أو مسألة الطاقة، احنا كان ممكن يبقى حلنا ايه؟ اتفضل. طيب خلينا نتكلم. مفيش دوله مش هتتاثر باللي بيحصل في العالم خالص، بس درجات التاثر تختلف من دوله لاخرى بحسب سياسات التحوط. يعني ايه هي عملت ايه الفتره اللي فاتت؟ تقصد مفيش دوله ما بتتاثرش؟ الكبير والصغير هتتاثر. مفيش فيها فصل. بس درجه التاثر مثلا يعني انا النهارده لو كنت في تابع عهدي ما كانش عندي مثلا سياسات تحوط، انا عملت دراسه تحوطيه الفتره اللي فاتت، بناء مستودعات لتخزين البترول، من بناء صوامع للغلال، بس بقى حضرتك ده تكفيني احتياطات وازود الانتاجيه بتاعتي من المنتجات او السلع الاستراتيجيه. يعني النهارده لو انا مجال الغاز النهارده لو انا ما حصلش عندي كامل الاستراتيجيات دي كلها، تمام؟ كان زماني النهارده بعاني معاناه شديده، بس بقى حضرتك بعاني من حاجتين، من سعر ومن امداد. خدت بال حضرتك؟ تاني حاجة للقمح، النهارده القمح أنا النهارده في الفترة في الخمس ست سنين اللي فاتوا بنينا صوامع كتيرة جدا عشان نخلص حبوب وتلال والكلام ده. نعم. الاستثمارات اتدفعت في كل المشروعات دي مشروعات كلها كانت مخطط ليها عشان الدولة يبقى عندها وقت إدارة الأزمات، تقدر يبقى عندها قدرة على التحرك بمرونة. بمعنى إيه؟ عندي ما يكفيني فترة ما على ما أدور على بديل. يعني النهارده أكبر منتج للقمح والحبوب روسيا واوكرانيا. طب يليهم مين؟ عندي فرنسا وامريكا وكندا. انت بال حضرتك؟ نعم. طب النهارده عشان عندي موردين اساسيين حصل لهم مشكله مش هعرف اجيب منهم. فعلى ما اجيب البديل التاني لازم يبقى عندي احتياط، وده اللي بتعمله الدول الكبرى. مثلا امريكا عندها مثلا احتياطي كبير من البترول. عشان وقت دلوقتي الاسعار تتحرك. ده الوضع اللي حصل الفتره اللي فاتت، حريك بنيتي، عملت استثمارات، عملت كل الكلام ده عشان وقت إدارة الأزمة يبقى عندي شوية نفس كمية، أقدر أتحرك، مش مكبوت كده محتاج أكسجين على طول، لا محتاج أعرف أتحرك، فده اللي حصل الفترة الأخيرة، فده يعني منهج حميد. لو ما كناش عملنا المشروعات القومية الخاصة بالأمن الغذائي مثلا دكتور إبراهيم، كان يبقى إيه الموقف بالنسبة لنا دلوقتي؟ كنا متبهدلين، ما كانش عندنا احتياطي نعرف نصفه للناس دلوقتي. نعم. انا بقى عندي عجز في المنتجات موجوده في السوق، خدت بال حضرتك؟ وقدامي مثلا 3 4 6 شهور على ما يجي تاني. يعني كان هيبقى عندي الدنيا صعبه. زي ما حصل في بعض الدول ايام كورونا لما قفلت خالص ما بقاش عندها منتجات. مش عارفه تجيب. مصانعها قافله. فبقى تدور على الدنيا الناس اللي عندها الدنيا مفتوحه شويه وتجيب منها. يعني كان زمان ممكن يبقى فيه سلع اساسيه غير موجوده اوليه غير موجوده بالمره. يعني حضرتك لو حتى موجوده وده حصل في بعض الدول يعني الناس كانت بتروح تجري على السوبر ماركت وهنا وهنا وتخطف، حتى المناديل كان بيخطفوها. ايوه. فوجود عندي قاعده انتاجيه لا باس بيها وسياسه تحوطيه وفطنه من الحكومه ورئاسه الدوله في الفتره اللي فاتت منطق اداره الازمات المتوقعه زي ما حصل عندنا في ازمه يناير 2011، لا خلينا ما عندنا ايه يعني خطوات استباقيه لاي ازمات تحصل في المستقبل. ايوه ما انكرش ان في سلع زادت، تمام؟ بس لو جينا نقارن مثلا كندا زاد فيها 30 40%. ايوه. وهي دوله انتاجيه كبيره. ايوه. فيها زياده كبيره. بس النهارده انا كدوله بحجم مصر عندي اكثر من 100 مليون مواطن. نعم. تحتاج احتياجات الناس والناس بتحتاج اكثر في الفتره اللي فاتت وتطوير الخدمات. لا يعني الدوله بذلت مجهود كبير جدا الفتره اللي فاتت في وقت قياسي. ما زال في تحديات وبتحاول تتعامل معها، والتحديات الحاليه بالازمه الروسيه الاوكرانيه بصراحه تحديات كبيره، والدوله بتعامل منطق التوازن في حاجتين، توازن سياسي في التعامل مع الازمه وده مهم جدا عشان ما اختارش مصادر خارجيه، تمام؟ نعم. يبقى عندي بدايل انا اجيب منها
الحاجه الثانيه توازن في السياسات الاقتصاديه بتاعتي اللي انا بعملها عشان اقدر اقلل من الاثار على الاقتصاد المصري وعلى المواطن. نعم. في زيادات حصلت. انت بقول حضرتك بس هنتكلم على القطاع الخاص. القطاع الخاص بيتعامل منطق السوق الحره. هيبقى عندي دور من الدوله تشديد الرقابه بمعنى النهارده لو حاجه سعرها 10 جنيه ما تبقاش بس 30 جنيه من بعد. يعني ارجع تاني لاجابه حضرتك عليا ودي ليها علاقه مباشره بسؤالي انه لو ما كانتش المشروعات القوميه دي اتعملت في قطاع الغذائي القطر كان هيبقى كبير بشكل الفاتوره كانت هتبقى غاليه جدا اعلى بكتير طبعا اعلى بكتير. عندك وفر في الغاز الطبيعي وفرتيه من استكشافات زهر وغيره 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 وفرتي لنفسك ده رقم كبير في الموازنه. ايوه لا انا مش بتكلم في توفير الموازنه وبس ده انا بتكلم طبعا ده اساسي دي كلها مشروعات مشروعات في كافه القطاعات مش قطاع بس امن غذائي كمان في كافه القطاعات وفي قطاع الغذاء قطاع مهم جدا قطاع العمل على زياده انتاجيه مثلا ايه الفدادين يعني الفدان اللي عندك بتجيب 12 اردب رفعتيه ل 20 اردب وشغاله بحوث وتصوير عشان ترفعي اكتر واكتر رفعتي انتاجيتك او رفعتي كفاءتك الزيتي من 40% ل 62% في العام. فانت حطيتي زياده 20% ده كله فتره وجيزه مش سهل تضخي استثمارات كتيره بالشكل ده عشان توصلي اللي وصلتي له النهارده. تخيل بقى ايه نتكلم منطقي لازم كلنا كدوله وكمواطن وكمؤسسات نقدر ما يحدث في العالم من تحديات ونبقى على ايه على قلب رجل واحد. وكمواطن كمان يا دكتور ابراهيم ما احنا لازم نبقى شركاء في المسألة. انا قلت عليك المواطن والدوله والمؤسسات. فالمواطن شاب بيحصل ايه في العالم خدت بال حضرتك كل يعني المعلومات كلها متاحه لكل الناس. طب المواطن من وجهه نظر حضرتك المواطن يعمل ايه؟ وخصوصا خلينا بس نقول انه المواطن عارف كويس قوي انه في عمليات عسكريه وفي حرب روسيه اوكرانيه. يعني اقصد عارف اثرها مش على مصر بس على كل العالم. بس هو برضه هيبقى ايه عندي المواطن الاكثر محدوديه الدخل اللي ما عندوش مانوفر ما عندوش قدره على المناوره محتاجين نبص له شويه تمام عشان نقدر نحكم جشع التجار. المشكله هو بيتعامل مع تجار هو مش هيقدر يتحكم في التجار وطريقه تصرفاتهم. فده دور الدوله هنا ضبط الاسواق. يعني ان من خلال الاتحاد العام للغرف التجاريه من خلال لقاءات مختلفه مع مع الجهات الممثله للتجار خدت بالك عشان يبقى نوع من ايه؟ من التكاتف. ده علينا وعليكم النهارده هنرفع السلعه صحيح وخبيتها خدت بال حضرتك ما انت بتعمل ازمه في السوق. صح هترفع السلعه ما هو انت لما تيجي تجيب ما هي مرفوعه عليك برضه. فخلي في توازن في الاخر لازم في نوع من المشاركه مع الدولة للتغلب على ايه هذه التحدي. اشكرك. دور مواطن انه هيفقع فترة يبدأ يرشد فقط انا عارف ان الواحد دخله محدود بس يبقى عنده بدايل. صحيح. انا عارف الازمة موجودة. هنستحمل زي ما استحمل الفترة اللي فاتت بعد اثار يناير وتحديات لولا المواطن ما كناش وصلنا اللي وصلنا له برضه. نعم. انا مش كله يعني لازم شكر. وجزيل الشكر لهذا المواطن. نعم. صحيح. شكرك دكتور إبراهيم مصطفى شكرك فندم شكرا جزيلا. خليني زي ما قلت لحضراتكم برضو ما زلنا بنتكلم ونفكر ولازم نفكر هنا عشان نعرف انه المشروعات دي ما كانتش كده يعني من فراغ لا المشروعات دي كانت ليها أهداف كتيرة جدا حتى سواء الحرب الروسية الأوكرانية كانت قامت ولا لا بس في التوقيت ده نقدر بالفعل نحس بقيمة هذه المشروعات أكتر. خليني أرحب بمهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق. باشمهندس مدحت مساء الخير يا فندم. أهلا بك يا مدام عزة بالصحة. أهلا بحضرتك. باشمهندس مدحت يعني تخيل كده وأنا بتصور إن إحنا واجبنا تجاه نفسنا وتجاه الدولة المصرية وبلدنا. نحن لازم نفكر لو ما كانتش الدولة المصرية عملت هذه المشروعات القومية في مجال الطاقة بما أنه حضرتك معانا والعالم كله بيعاني بشكل غير طبيعي كان ممكن إيه اللي يحصل وقول لنا إيه اللي عملته الدولة المصرية تفضل. والله من أكبر الإنجازات اللي عملتها الدولة المصرية
بتضافر جهود القيادة السياسية وجهود العاملين بقطاع البترول ووزير البترول. يعني طبعا هو الاهتمام باكتشافات الغاز الطبيعي. نعم. لو نفتكر بعد الانتفاضة اللي حصلت في مصر في يناير 2011 وهروب المستثمرين الأجانب وهروب الشركاء الأجانب من الاستثمار في هذا المجال نهائي، وعدم شعورهم طبعا بالاستقرار السياسي والأمني في مصر وانسحابهم من كافة مشروعات التنمية والبحث والاستكشاف، اجتمع بهم الرئيس السيسي لو نفتكر في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وهو تعهد شخصي أمام كل الشركاء الأجانب من كبرى الشركات العالمية بأنه حينفذ كافة التزامات التعاقدية مع الشركاء الأجانب. نعم. وكان أهم حاجة لو نفتكر أن كانت مصر مديونة بحوالي أكثر من 6 مليار دولار شركاء الأجانب، وكان هو ده السبب. أيوه. لكن الدولة، وكان تعهد شخصي من رئيس السيسي بنفسه، أن مصر هتسدد كل هذه الالتزامات فورا. وابتدت مصر فعلا النهاردة طبعا الالتزامات، يعني تعتبر مفيش أي ديون على مصر تقريبا يعني. ولكن تعالي نشوفي حجم الإنجاز وتعالي نقيمه. تخيل، أنا بتصور أنه في اللحظة دي احنا لازم نفكر ونشوف الانجازات دي بشكل تاني خالص. بالظبط. احنا اياميها كنا بنستورد، وكانت احتياجاتنا مش كبيره قوي من الغاز الطبيعي، لكن كنا بنستورد ما قيمته حوالي 2.5 مليار دولار غاز طبيعي، كان لا يكفي احتياجاتنا، كنا عاملين خطه، كان في خطه من الدوله ان هي تخفض احتياجات المصانع، وخطة ان هي تقلل احتياجات مصانع الكهرباء، عشان كده كان في انقطاعات مستمرة في الكهرباء، وكانت كلفة المصانع لا تعمل بكامل طاقة. نعم. وكنا مع ذلك كنا بنستورد بما قيمته 2.5 مليار دولار. طب تخيلي كان الموقف ده كان ايام ما كان سعر الغاز الطبيعي المسال ب 10 دولار. النهارده احنا هنقول لو احتياجاتنا صحيح. زي ما هي نعم. مش هزودها زي ما هي، يعني كنا في حاله بنك يعني. ايوه. تخيلي لو سعر الغاز النهارده بما قيمته 60 دولار، النهارده وصل طبعا كل الناس تعرف النهارده 87 دولار. نعم. النهارده لو هنقيم قيمه انتاجنا النهارده الحالي ب 60 دولار بس. كنا يعني او الغاز الطبيعي ب 60 دولار بس، وكنا بنستورد وما زلنا بنستورد غاز بنفس الكميات دي ضمن المشروعات دي، كنا زماننا بنستورد في السنه ما قيمته 20 مليار دولار. يا خبر ابيض. تخيلي لو الخزانه العامه كانت ازاي هتتحمل 20 مليار دولار شراء غاز طبيعي. دي كانت هتنفجر، لانها اكيد مش هتتحمل. انا بقول والله ده يعني في ناس كتير قوي والعاملين في قطاع البترول بيقولوا ده خير من عند ربنا، يعني ربنا ونعم بالله. صحيح. والله صحيح. يعني عشان برضو ان النفوس الكويسه النفوس الطيبه اللي موجوده في مصر. أيوة. وجهود القياده السياسيه وخوفها على البلد واهتمامها بالبلد. صحيح. والدفعات القويه للدول الشركاء الاجانب للمنظور اللي كان كنا بنبص له، احنا عايزين ايه ومحتاجين ايه ومشروعاتنا. نعم. محتاجه ايه. نعم. كنا محتاجين اكتر من كده بكتير. انا بقول لك لو بالمعدل الاستهلاك اللي احنا فيه كنا احنا محتاجين بما قيمته اكتر من 30 مليار دولار. شوف ده حضرتك كده بتقيس على عدد السكان ساعتها كمان، مش مع الزيادة اللي احنا فيها. انا بقول دلوقتي بقى كنا محتاجين اكتر من 30. لو بالمعدلات الاستهلاكية الحالية كان زماننا محتاجين غاز بما قيمته اكتر من 30 مليار دولار. نعم. شوفي بقى المشروعات دي والخير اللي جه ده غطى. صحيح. ايه صحيح. وبعد عنا شر قد ايه كنا نتحمله من ميزانية شعب. نعم. يعني كان زماننا بنعاني معاناة شديدة في عملية توفير الغاز الطبيعي. انا كلمتك عن الغاز الطبيعي بس، لكن قطاع البترول مشروعاته متنوعة. ايوه. يعني مش قطاع البترول عمل مشروعات مثلا في مجال التكرير، السنة الجاية ان شاء الله احنا لن نستورد اي منتجات بترولية اعتبارا من العام القادم مع نهايته ان شاء الله. لكن ان شاء الله يعني. الدولة عاملة جهد كبير جدا لكافة المجالات، مجال الطاقة، مجال توفير المنتجات البترولية، مجال تحسين جودة الطاقة، مجالات رفع كفاءة الطاقة، كفاءة الاستخدام للطاقة، ما
مجالات كثيرة ومتنوعة بيقوم بيها قطاع البترول في وقت الحالي. ايوه ايوه إيه لو ما كانتش المشروعات دي اتعملت كان زماننا كان زماننا دلوقتي كمان. ده انا مش بقول كده يعني حاجة كبيرة جدا قد يجوز الناس كتير ما تفهمهاش. احنا عملنا حاجة مهمة جدا. احنا دلوقتي كم الاستهلاك من المنتجات البترولية انخفض عن السابق بكميات كبيرة جدا. يعني معنى ان احنا قللنا وارداتنا من الخارج النهاردة نتيجة ان احنا عملنا حاجة مهمة قوي. احنا الغاز الطبيعي لما جه دخل عندنا وتوفر بهذا الشكل خدنا الغاز الطبيعي واستخدمناه استخدامات بديلة للنفط او للبترول الخام. للبترول بالضبط. وحولنا وعملنا مشروعات ان احنا نحول المازوت اللي هو ناتج من عمليات التكرير نحوله الى منتجات بترولية. يعني عملنا رفعنا القيمة المضافة للخام المتاح لدينا عشان نزود انتاجنا من المنتجات البترولية على حساب الغاز الطبيعي اللي احنا عندنا وفرة منه حاليا. أيوة. يعني معنى ايه؟ ان احنا دلوقتي لو ما كناش عندنا الغاز ما كناش عملنا الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي كان زماننا دلوقتي احتياجاتنا من المنتجات البترولية متعاظمة جدا. مش عايز اقول لحضرتك لو ما عملناش هذه المشروعات كان زماننا يعني مثلا ناخد مثال بسيط قوي الغاز الطبيعي للمنازل. ايوه نعم. احنا ما كناش عملنا ده كان زماننا النهارده بنستورد بوتاجاز زياده عن اللي احنا بناخده باكثر من حوالي 3 مليون طن. بالظبط. يعني حتى لو فضلنا برضو بنستورد لكن كانت الفاتوره هتغلى تماما. ده اضعاف اللي احنا بناخده دلوقتي. اضعاف. نعم. شوفي بقى قيس على ذلك احتياجاتنا من البنزين. نعم. السولار ووقود النفاثات ده كله ده ناتج من عمليات تكسير هيدروجيني للمازوت الفائض. نعم. نتيجة استخدام الغاز الطبيعي بديلا عنه. نعم نعم. ده فكر اقتصادي بحت. أيوه. حققته الدولة عشان تخفف العبء على ميزانية الدولة. صحيح صحيح. كثيرين ما يفهموش الفكر ده ولكن ولكن دي الحقيقة المجردة الواضحة قدام كل الناس نتيجة ده الواقع ودي الحقيقة. ما هو الناس يعني الناس حتى لو هي مش متخصصة أو لو هي مش فاهمة زي أيوة. المتخصصين كل اللي هيعملوه بس إنه اللي حصل في هذه السنوات يعتبروه لو هو مش موجود بس. بالظبط كده. يعني من غير ما يذاكروا ولا يتبعوا ولا يقروا ولا حاجة خالص. تخيل انت اللي اتعمل ده مش موجود فقط. بالظبط كده. كان هيبقى حال البلد وحال الشعب عامل ازاي. بالظبط. ده مهم ان احنا كان زمان دلوقتي كنا في بصراحة كنا بنعاني معاناة شديدة جدا. نعم. شديدة جدا. صحيح. ولكن صحيح. كل حاجة متوفرة. منتجات بترولية متوفرة. نعم. غاز طبيعي متوفر بأشكاله المتعددة سواء وقود للسيارات او وقود او وقود للمنازل. نعم. أو وقود لصناعات مختلفة أو مادة تغذية. وده الحمد لله بخير كتير من أرضنا. ده احنا بنتكلم بقى ده غير الكهرباء ده غير يعني مشروعات تانية كتير قوي. أنا مش عايز أقول لحضرتك كفاية. أنا مش هتكلم بقى على أن الكهرباء دلوقتي احنا عندنا فائض في الكهرباء. وده نتيجة توافر الغاز الطبيعي بهالشكل الكبير ده. نعم. ونتيجة توافر مصادر إمداد محطات الكهرباء بالوقود بمختلف أنواعه. نعم. ده فكر يعني ما كانش موجود. أي. لو الناس طبعا لو تفتكر ايام السابقه ما كانش لازم موجود. لازم لكن لازم ندي الناس حقها. لازم ندي الناس حقها ان كل صحيح. ده يتحقق بكافه نواحيه بكافه استخداماته كقطاع رائد في الدوله المصريه مفروض ان احنا نحييه ونحيي القياده السياسيه طبعا اللي سمحت له ياخد هذا الطريق السليم ببطء. نعم. الجهد ده بدفعاته قوية وإمداده بكافة احتياجاته من كافة القرارات. صحيح. بشكرك باشمهندس مدحت. بشكرك فندم. شكرا جزيلا. خليني أرحب بدكتور فخري الفقي. دكتور فخري مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور فخري. أهلا قديرة الأستاذ عز. بشكرك سادة المشاهدين. أنا لسه بقول للسادة المشاهدين من غير ما ندخل لو حتى يعني احنا مش متخصصين ومالناش في التفاصيل ولا في التكلفة ولا في الانتاج ولا في الحاجات دي خالص بس شايفين في حرب على كل الشاشات موجودة في عمليات عسكرية في عالم كله مرتبك في حالة ضبابية غير واضحة بكرة هيبقى فيه ايه في
في أسعار بترتفع ما بين ساعة وساعة وما بين لحظة ولحظة. تخيلوا لو كل المشروعات القومية اللي عملها سيادة الرئيس ما اتعملتش، كان هيبقى الوضع عامل ازاي يا دكتور فخري؟ عندك حق فعلا والله يا فندم. يعني احنا ده انا بطرح سؤال بسيط يعني عشان يبقى سهل علينا كلنا نفكر يعني فيه. المشروعات القومية من طاقة وطرق وغيرها من المشروعات الكبيرة اللي كلفت حوالي 6.2 مليار جنيه مصري او ما يعادلها بالدولار 400 مليون دولار. طبعا ده لو يعني كنا تأخرنا كان ممكن هذا الرقم يتضاعف نضرب في 3 يعني، فبالتالي طبعا كان هيبقى نعجز لو انه كنا تأخرنا، لكن الحمد لله يعني هذه المشروعات عندنا فائض في الكهرباء زي ما سمعت من ضيفك، هي فائض في الكهرباء فائض في الغاز، فبالتالي يعني شعب مصر الحمد لله مؤمن من حيث طبعا الحاجات الأساسية. لكن أنا بشبه اللي بيحصل دلوقتي حاجة شبه حرب عالمية، نعم، على الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي، نعم، فقط هي حرب اقتصادية، نعم، حرب عالمية بالقوى الكبرى نفسها، الولايات المتحدة مع أوروبا الغربية وروسيا ومساندة من الصين عن بعد. فمسألة بقت محيرة لدرجة أنه أسعار الطاقة ناخد سعر برميل بترول يعني يعدي 140 دولار خلال فترة منذ بدأ الحرب 24 فبراير. مسألة محيرة عن في كمال الفحم اللي كان سعر طن الفحم ب 120 دولار النهارده ب 400 دولار. عندي الغاز النهارده وصل بكام؟ بنضرب في 3 أضعاف. أما نيجي بقى بالنسبة للأكل المواد الغذائية، أهم حاجة هو القمح. طن القمح اللي كان منذ فترة وجيزة كان 250 دولار، النهارده بنتكلم عن عدى بالشحن وخلافه يوصل ل 400 و450 دولار للطن، يعني زاد يمكن الضعف في هذه الحالة. الأكل والشرب الرغيف العيش أساسا، صحيح، عشان كده بنقول يعني العالم أسعار الصرف العملات بينها وبين بعض، صحيح، في عدم استقرار في أسعار الصرف، صحيح، النهاردة علاقة الدولار باليورو بالين، نعم، نعم. لا وتخيل بخلاف العملات المحلية، تخيل كمان يا دكتور فخري لو ما كانتش كل المشروعات السكنية والطرق والكباري دي اتعملت في التوقيت، احنا فلتنا بيها يا فندم والله ما قبل الحرب، تخيل، ولا كنا عمرنا هنعمل اي حاجه، كان زمان الناس كلها متكومه في مناطق العشوائيه والغير امنه زي ما هي. عندك حق والله، انا بشكر القيادة السياسية لانه حقيقه ايقاعه كان سريع يسبق الزمن، ومعاه شعب مصر حقيقه صامد معاه على اعتبار ان هو يعدي، والحمد لله يعني عدينا من يعني من ازمات اللي بتحصل، عدينا من صدمه بيئيه زي كورونا، أيوة، عدينا دلوقتي، صحيح، من حاجه شبه صراع عالمي، نعم، بلاش حرب عالميه، صراع عالمي على الصعيد الاقتصادي، صحيح، وعلى الصعيد التكنولوجي. ده احنا في ظل كورونا يا دكتور فخري، في ظل كورونا والعالم كله كان متجمد واحنا كنا بننقل اهالينا من المناطق العشوائيه لشقق جديده مفروشه، يعني تخيل بقى ما تم تكلفته من طرق وكباري وما تم تكلفته من بناء الوحدات السكنيه دي، تخيل لو كنا لسه بنستورد او لسه هنعمل ده وحنستورد المكونات بعض المكونات من الخارج، ما كناش هنعرف نستوردها لان شوف الحديد الشحن وصل والحاجات كام دي مش كانت هتوصل يا فندم اساسا، نعم، عمليات الشحن بقت النهارده مكلفه مثلا، غير انها كمان يعني ممكن في توقف في بعض يعني مراكز الامداد، نعم، على مستوى العالم. لا وغير كده ان ما حدش عارف اللي جاي ايه بالظبط يا فندم، اللي جاي ضبابي، ما بالظبط هو الصراع على مستوى الاقتصادي والتكنولوجي. النهارده بنقول برضو يعني آن الأوان إنه يعني ابتكارات في مجال بقى، طالما الطاقة صعبة في الصعود ده كله
يبقى النهاردة الطاقة الجديدة والمتجددة اللي مصر بدأتها فعلا محطة بنبان في أسوان. احنا طلعنا بالمحطة دي يعني النهاردة متكلفة، بس النهاردة عشان تعملي محطة زي بنبان في أسوان اللي تولد الكهرباء من الطاقة الشمسية ومحطات الرياح، النهاردة قالت أوان انه طالما سعر برميل بترول صعب بشكل أسعار الفحم والغاز، صحيح النهارده يبقى التكنولوجي بقى الطاقه الجديده المتجدده تبقى فيها قد يبدا في هذه الحاله ان التكلفه الطاقه الجديده المتجدده اذا طالت هذه الحرب الاقتصاديه والتكنولوجيه ممكن ينبثق عنها، انه مع الابتكارات وتخفيض تكلفه صحيح. الطاقه الجديده المتجدده تبقى افضل فيها. كمان الكريبتو كرنسي النهارده لما الاقي العملات الافتراضيه اللي هي ديسنترلايزد على مستوى العالم النهاردة بدأ الطلب عليها يزيد من الدول الكبيرة زي روسيا، بتحاول ان هي بدأ السويفت اللي هي تم اخراج روسيا من دائرة استخدام السويفت كأداة لتسويت المدفوعات، بيحاولوا ان هم يلجأوا للكريبتو كارنسي او العملة الافتراضية اللي هي هناجد بدأت تفيد هي كمان يعني بدأت سعر العملة الافتراضية زي البيتكوينز وشقيقتها بدأت تزيد هي كمان. ليه؟ لأنه ده قد يكون ملاذ لبعض الدول اللي هي في حالة إن هي تواجه مشكلة في السوفت، حتى بصرف النظر عن استبعاد روسيا من منظومة السويفت. صحيح صحيح. ممكن إن هو ينقطع فجأة لأي ظرف ما يا فندم، ممكن يبقى العالم أمام حاجة تانية. صحيح. العالم بيتطور على قد ما في مشاكل بتتم، على قد ما بينبسط منها أشياء، لكن اللي يهمني في كل ده ان انا بقول الحمد لله الحمد لله قدرت ان هي فعلا البنيه وبالفعل يعني لازم نشكر القائمين على الاداره المصريه الحقيقه يعني يعني فعلا زي ما بقول كده بمنتهى البساطه بشكرك شكرا جزيلا دكتور فخري الفقي. جماعه زي ما بقول لحضراتكم كده بمنتهى البساطه، تخيلوا لو كل المشروعات اللي انتوا شفتوها اللي عجبكم منها واللي مش عجبكم منها، تخيلوا لو ما كانتش اتعملت في السنوات القليلة اللي فاتت وحصلت العمليات العسكرية أو الحرب الروسية الأوكرانية وكله قطع الإمدادات، تخيلوا كانت الحاجات دي كنا ممكن نعملها، حتى لو كنا ممكن نعملها كانت هتتكلف قد إيه بعد اللي بيمر بيه العالم كله. الحمد لله. قلت لحضراتكم عندي حالة، الحالة اللي عندي من الشرقية النهاردة. علياء محمود من الشرقية، علياء عندها 20 سنة، هي بعتت لنا على صفحة البرنامج واحنا تواصلنا معاها انها بتعاني من فشل كلوي، يعني بنت يعني زي القمر ربنا يشفيها يا رب ويعافيها ويشفي كل مريض. الأطباء كلهم أجمعوا ان هي محتاجة عملية زراعة كلى عشان تقدر تكمل حياتها بشكل طبيعي. دائما أبدا بتبقى المشكلة في عمليات نقل الكلى أو زراعة كلى بيبقى المتبرع، هو الحمد لله المتبرع عندها موجود ابن عمتها وهو مستعد إن هو يعني يتبرع بكلية لبنت عمته. فين المشكلة؟ هقول لحضراتكم المشكلة فين. المشكلة إن هم خدوا خطوات كتيرة جدا، بس وصلوا لمرحلة ما بقوش قادرين يكملوا نظرا لظروفهم الاجتماعية، مش قادرين يكملوا لا باقي التحاليل ولا قادرين ظروفهم المادية تسمح بعمل العملية. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نتواصل معه. لم تتجاوز 20 ربيعا لتطلب من يساعدها لينقذها من بين براثن الموت، حيث تعاني علياء من فشل كلوي بكلا الكليتين، غير أن نخوة ابن عمتها الذي أبدى استعداده للتبرع لها بكليته بغية أن ينقذ حياتها قد بعث فيها الأمل من جديد، ولكن فقر الأسرة بات الآن عائقا
حيث طلب الأطباء تحاليلا بتكاليف باهظة لا تستطيع تلك الأسرة البسيطة تحملها، هذا فضلا عن مصاريف إجراء تلك الجراحة الحرجة. أنا تجوزت عندي 18 سنة وعادي يعني كانش في حاجة، وبعد رابع من الجواز تعبت ويعني مش عارفة، الله أعلم يعني التعب ده جالي من إيه، هو من عند ربنا عامة. فبعدين رحنا للدكتور علشان أنا ساعتها كنت تعبانة، وقال لنا تمام لازم تعمل لي التحليل دي، أصلي السكر وكده لقى عالي، فقال لي لازم تعملوا التحليل دي وعملها، فقال لنا لا ده لازم تتحجز دلوقتي في الجامعة وتغسل 5 غلسات. ورحنا الجامعة واتحجزت 10 أيام، غسلت 5 جلسات، وبعد ال5 جلسات خرجت قالوا لي لازم تتابع مع دكتور برا علشان يعني لو الكرياتين عالي والحاجة فلازم تتابعي برا. فتابعت عادي مع الدكتور، الكرياتين كل مرة يعلى، فقال لي رحت له الدكتور قال لي لو الكرياتين عالي تاني لازم تروحي الجامعة تتحجزي عشان يغسلوا لك تاني. فلقيته عالي خالص ورحت الجامعة اتحجزت برضك تاني 10 أيام أو 8 أيام وغسلت فيهم وعملت التحليلات وكل حاجة، وقالوا لازم أن تغسل مديم كلى مديم يعني. بس ايه السبب اني فشل الكلوي ده جه مش عارفة، حتى الدكاترة كلهم عايزين يعرفوا ايه السبب احنا مش عارفين، وعملت تحليلات كتير واشعه كتير وكله مش في حاجة يعني، كانوا بيقولوا في المثانة ما فيش حاجة في المثانة، وانا المفروض يعني ان انا في السنتين دول كنا نعمل ورق والكلام ده، بس جيت حملت منفصل قريب بقالي كده الشهر داخله في الشهرين. ابن عمتي قال كلم بابا وقال له انا عناية لها وعشان خاطر عليا وعشان خاطرك واللي انتوا عاوزينه انا هعمله لكم. فروحنا للدكتور، فالعملية محتاجة مبلغ بردك والظروف بردك على قدها والتحليلات برضو بمبلغ كبير، واحنا ظروفنا على قدها وانا قاعدة في اوضه وسارة ما فيش غيرها، وانا وعلياء وتربت معايا وجوزتها كل حاجة، وجات اتجوزت وتعبت بعد الجواز وانفصلت، بقى جه بقى جوزها بقى ما تحملهاش فانفصلوا من بعض وجات قعدت معايا. أسرة علياء أسرة مصرية بسيطة ينهشها الهم، وكل ما يرجونه أن يمد لهم أحدا يد العون كي تقوم علياء بالتحليلات اللازمة وسرعة إجراء العملية، إذ أنها تخشى أن يقطف الموت زهرة شبابها في أي وقت، لأن حالتها تعد من الحالات الحرجة القصوى. نفسي أعمل عملية عشان أقوم لابني. محمود حافظ، صالة التحرير. علياء هتعملي العملية وهتقومي لابنك وهتبقي زي الفل إن شاء الله. عايزة أقولك إنه سيادة الرئيس الحمد لله يا رب دايما قعدته مع المصريين استجاب لطلبك وكل اللي انت عايزاه وللعملية، وما تقلقيش من حاجة خالص، ويعني ربنا يعزك دايما يا سيادة الرئيس يا رب، ربنا يعزك ويقويك على اللي انت فيه وينصرك يا رب يا رب إن شاء الله. يعني علياء معنا على التليفون؟ علياء يا علياء، الو. ايوه يا علياء. ايوه ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. الف سلام عليكي الاول. الله يسلمك. انا عايزه اقول لك يا علياء سياده الرئيس استجاب لعلاجك، ايه رايك؟ ربنا يخليه لنا ويحفظه يا رب ويبعد عنه كل شر يا رب يا رب يا رب, يا رب. طب اقول لك حاجه تانية يا علياء؟ اتفضلي. عارفه البيت بتاعكو؟ اه. اللي متصور في التقرير؟ ايوه. وده كمان بلغيه لماما. ايوه. هيتم عمل صيانه للبيت وكل حاجه ممكن تكوني محتاجاها ورفع كفاءه البيت كمان، وهيبقى المكان كمان اللي انت عايشه فيه انت وابنك او بنتك مع ماما هيبقى شكله مختلف خالص غير اللي احنا شفناه في التقرير دلوقتي. ربنا يخليكوا لنا ويخلي سياده الرئيس يا رب. يا رب يا رب يا علياء، والف سلام عليك يا حبيبه قلبي.
قولي لي انت مبسوطه بجد دلوقتي؟ اه مبسوطه جدا. هتعملي العمليه وهتبقي زي الفل باذن الله يا رب، وهتعملي التحاليل ما تقلقيش حبيبتي خالص، وكمان البيت كله اللي احنا شفناه ده كل ده هيتظبط وهيبقى زي الفل ان شاء الله. ها كان نفسك تعملي العمليه علياء؟ ايوه كان نفسي جدا. حبيبتي ابنك قد ايه؟ عنده 8 شهور. مين؟ نعم ابنك ولا بنتك؟ عمر. قمر يا حبيبتي ما شاء الله قمر. قولي لي انت مجرد ما جوزك عارف ان انت تعبانه طلقك؟ هو حكايه ظروف وكده. اه حصل ظروف. حصل ظروف وانا هحترم الظروف دي، مش عايزه يعني ابقى اضايقك بمعرفتها. بس اللي كانت معاكي مامتك ولا جدتك؟ جدتي. طب ممكن نكلمها؟ طيب ثانيه واحده. طيب الو الو. اشكرك يا ست الريس لما بتشوف حالات مصريه كده وبيبقوا محتاجين المساعده، عمرك ما بتتاخر عنهم ابدا يا رب. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. انت جده علياء؟ احنا متشكرين لافضلكم كلها. لا يا حبيبتي. ايوه يا ماما، ربنا يخليكوا يا رب، ربنا يخليكوا ويبارك لكم. يا رب يخليك يا رب. يبارك لكم يا رب. سياده الريس استجاب لعلاج علياء وكمان هيظبط لك البيت اللي انت عايشه فيه. إيه الحمد رأيك لله الحمد لله. ها؟ احنا مش عايزين بيوت، احنا عايزينها هي يا حبيبتي. احنا عايزينها هي، مش عايزين هي عندنا بالدنيا بحالها. هي والبيوت. انت هي لما تشوفي ابنها تزعلي عشانه، ابنها ابن 8 شهور يا حبيبتي، اسمه عمر. اه مش قمر، اسمه عمر. ايوه حبيبي. وهو بقى هي روحها في ابنها، وهو اللي حصل بقى الظروف كده. معلش هي ده من ثالث يوم، من خامس يوم الفرح. هي ايه؟ من خامس يوم الفرح هو جالها الفشل الكلوي يا حبيبتي. اه والله من خامس يوم الفرح. معلش الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. سياده الريس قمر بعلاجها، وان شاء الله على طول هيبقى في تواصل مع حضرتك. الهي ما ننحرم منه، يخليه للشعب المصري ويخليه لاولاده ولصحته يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين. ربنا يبارك له. ربنا يبارك له في كل ما بيحط ايده فيه. اللهم امين. يدن يحط ايده على الخسرانه يلاقيها كسبانه يا رب. يا رب. دعواتك يا رب. حلوه قوي. ها؟ دعواتك حلوه قوي. انا بدعي له من قلبي يا حبيبتي، بدعي له من قلبي من يوم ما مسك الحكم يا حبيبتي. ربنا يخليه لنا يا رب وما ننحرم منه ابدا. اللهم امين. اللهم امين. الحمد لله الحمد لله. لله الحمد لله يا حبيبتي. كل اللي قدر الله وما شاء فعل، كل اللي انت عايزاه هيحصل لك. الحمد لله يا ماما الحمد لله. وما تقلقيش ما تقلقيش، ربنا يخليكوا يا رب. وربنا يديك الصحه يا رب. وربنا يخلي ولاد الحلال كلهم يا رب، كلهم زعلانين عشانها اخر زعل. لا ان شاء الله هتبقى زي الفل والله، بلدنا كلها زعلانه. لا لا ان شاء الله. انت منين؟ من الشرقيه حاج؟ انا من منيا القمح. منيا القمح اجدع ناس، اجدع ناس. الشرقيه والشرقيه. الشرقيه والشرقوه كلهم اجدع ناس. ربنا يكرمك يا رب، بيكرم اصلك حبيبتي. ربنا يخليك يا رب. ده انا متشرفه، انا مش شرقيه اصلا. الله يخليك. الله يخليك. الله يبارك لك في مالك وفي عيالك. اللهم امين. ويفاديك في كل طريق تروحي فيه. اللهم امين. يا رب. ويشفيك علياء يا رب. يشفي لي علياء يا رب. كلكم بس يخلوا بالكم من علياء. ما تقلقيش يا علياء، دي حته من قلبي من جوه. ما تقلقيش. ماشي يا روحي. خلاص ما احنا شوفي لما سيبناها على الله ربنا عمل ايه. على الله كلها. ارمي حمولك على الله. احنا بنرمي حمولنا على الله. حبيبتي الحمد لله. يلا ربنا يشفيها لك يا رب، ربنا يشفيها لك يا رب. المؤسسه الرئاسيه اكيد هتتواصل مع حضرتك يا حاجه على طول. اشكرك مره ثانيه يا سياده الرئيس. كنا بنتكلم في عنوان كبير، في اوقات كده يا جماعه لازم واحنا بنعيشها، وفكره المفاجاه اللي فاجات العالم كله اللي هو تخيلوا لو ما كانتش المشروعات القوميه اللي اتعملت دي اتعملت في الوقت البسيط ده، كان زمان لو كانت بقى هتتعمل بعد كده تخيلوا كانت هتتكلف قد ايه، او كانت هتتعمل ولا لا. فالتوقيت ده والتوقيت اللي العالم كله زي ما بقول لحضراتكم كده وزي ما انتم متابعين على الشاشات وعلى الاخبار في حاله ارتباك. احنا في مصر عملنا ايه؟
خليني ارحب بالدكتور محمد القرش. دكتور محمد مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك دكتور محمد. دكتور محمد كلمني عن قطاع الزراعه، وتخيل مثلا لو سياده الرئيس والدوله المصريه ما كانوش المشروعات دي حصلت، وفي ظل الحرب دي كان زماننا عاملين ازاي؟ يعني الاول اسمح لي اشكر حضرتك يا استاذ عزة، واكيد الجهود اللي بذلت في قطاع الزراعه حمتنا بشكل كبير جدا من الدخول في نفق العوز والاحتياج. الحقيقه الدوله المصريه انفقت مئات المليارات في تطوير كل بنيتها التحتيه. نعم. طبعا البنيه التحتيه دي بتعود باثر مباشر على قطاع الزراعه. يعني بالمناسبه اللي حصل ما حصلش في قطاع الزراعه بس، يعني شبكه الطرق اللي حصلت دي واحدة من المقاومات اللي ساعدتنا في ان احنا نقدر نحقق تنمية حقيقية في قطاع الزراعة. نعم. يعني مش هنقدر نزرع 2.2 مليون فدان او نشتغل عليهم في الوقت اللي احنا في الوقت الحالي. نعم. ما كانش محور الضبعة اتعمل، ولا نعم. كنا نقدر نزرع مناطق سينا 500 الف فدان لو كانش الانفاق اتعمل. نعم. وهكذا فالتنمية. أيوة. لا بالعكس، ده انا مش عايزة حضرتك تقولي وهكذا، عايزك تعدلي ليه بقى وانا يعني ببقى نفسي المسؤولين الحقيقه، لا ده انت لازم تدخلي في التفاصيل، لانه انا لو مش واخده بالي انا لازم لازم افتكر ولازم اعرف ايه اللي حصل. فتخيل وحضرتك بتتكلم دلوقتي بتقول ما كانش ينفع نعمل اي تطوير في مساله الـ الـ الزراعه الا لما يبقى في طرق جيده. بالظبط بالظبط. نعم. ما كانش حد هيقدر يزرع ابدا الا بشبكه طرق قويه، كناش هنقدر نزرع ابدا الا بشبكه خطوط او مشاريع قوميه نفذتها الدوله علشان نعم. نقدر نعيد استخدام الميه علشان نعم. نوفر المورد المائي اللي يساعدنا على الزراعه. نعم. شفنا محطه المحتمه مثلا اللي بقت واحده من اكبر المحطات على مستوى العالم في معالجه المياه، محطه الحمام اللي وجه بها السيد الرئيس اللي تعتبر واحده من اكبر المحطات ايضا في ملف معالجه المياه، فده امر في غايه الاهميه. احنا بنحافظ على ان احنا نعيد استخدام المياه علشان نوفر احتياجاتنا ومواردنا اللي نقدر نستخدمها في الزراعه. دخول مصر الاتفاقيه زي اتفاقيه اليوبوف اللي الحقيقه كانت بتمثل رياده كبيره جدا، يمكن كثير ما يعيش اهميه هذه الاتفاقيه اللي بتحافظ على حقوق الملكيه الفكريه، وبالتالي دي تخلي في استثمارات جديده تجيلي في مجال انتاج التقاوي والبذور، لانها بتحافظ على ملكيه صاحب الاصل او من قام باستنباط هذا الصنف، وده الحقيقه ساعدنا بشكل كبير في ان احنا نتوسع في مجال انتاج التقاوي والبذور للقطاع الزراعي. ايضا دخول مصر في المشروع القومي لانتاج تقاوي الخضر والفاكهه محليا ما كناش ابدا هنقدر نخشه ولا هنقدر نتكلم. احنا عايزين ننتج بينا لو ما كانتش الدوله المصريه اخذت اتجاه لانشاء الصوب الزراعيه وكان في اتحاد ل 100,000 تخيل لو ما كناش عملنا الصوب الزراعي. طبعا لو ما كناش عملنا الصوامع في ظل العالم واللي بيحصل في العالم ده. طبعا. فدلوقتي اصبح لدى الدوله المصريه امكانيات تخليها تقدر تنتج مش بس نحقق اكتفاء ذاتي بنسبه 100% من تقريبا من كل محاصيل الخضر والفاكهه، تقريبا من كل الانتاج الداجني، البيض، المائده، الاسماك المياه العذبه، الالبان، كمان تحقيق نمو كبير. واللي بنعمل ايه في الالبان يا دكتور محمد؟ احنا في الالبان شغالين على وقول لي بنعمل ايه في الثروه السمكيه، وقول لي كده نفكر الناس كده باللي بيتعمل. يعني احنا مثلا لو ناخد قطع اولا انتاج التقاوي اللي هنزرعها، احنا عندنا كل تقاوينا دلوقتي لكل المحاصيل الحقليه احنا بننتجها بنسبه 2% اللي بنزرعها الدوله اللي بنستخدمها في الزراعه. نعم. محاصيل الخضر والفاكهه حدثت فيها طفرات كبيره جدا، واصبح عندنا دلوقتي اصول وراثيه مصريه بنستخدمها في عمليه الزراعه، دي بتوفر فلوس كبيره جدا على الفلاح في عمليه الزراعه. لو بنتكلم على اساليب الزراعه، الدوله المصريه من خلال الاهتمام بالبحث العلمي قدرت انها تطبق منظومات جديده في عمليه الزراعه زي نظام الزراعه على المساقط اللي يمكن بيزود انتاجيه فدان القمح بحوالي 2 اردب، ودي نسبه كبيره. وبالمناسبه الجهود اللي بذلت سواء في التقاوي او في تطوير الزراعه ساهمت ان احنا نضاعف انتاجيه الفدان بتاع القمح اللي كان من 10 سنين بيدينا 10 اردب للفدان، النهارده احنا بقينا بنوصل ل 18 و20 اردب للفدان. يعني تقريبا ضاعفنا الانتاج لنفس مساحه الارض. ده في حد ذاته كافي ان احنا نحدث طفره كبيره جدا ونصل الى نسب كبيره من الاكتفاء الذاتي في مجال القمح مثلا. فده جهد كبير بذل على الارض. بعيد عن ده كمان عندنا تطوير منظومه الري الحقل، الدوله المصريه انفقت مليارات لتطوير منظومه الري الحقل.
وفر التمويل للفلاحين بدون فايده على 10 سنين علشان نطور منظومه الري الحقل. قدمنا كل انواع الدعم للفلاح المصري من خلال دعم فني ودعم تقديم دراسات جدوى وتقديم كل اللي هو بيحتاجه علشان نساعده ان هو يطور الري عنده. ده يساعده في ايه؟ ده يساعده ان هو يوفر المستلزمات اللي كان بيحتاجها يستخدمها. ده معناه ان هو هيقلل من المستهلكات وهيزود من انتاجه، معناه ان احنا هنحقق استفادتي اكتر، وفي نفس الوقت نعظم من انتاجيه وحده الارض ونعظم من انتاجيه وحده الماء. ده شق مجال انتاج نباتي. في انتاج داجني السيد الرئيس وجه بتخصيص 9 مناطق للاستثمار في مجال الانتاج الداجني اللي بعد 14 سنه كان منقسم وبائي سلبي تماما في كل دول العالم، كنا مش بنقدر نطلع اي صادرات من الانتاج الداجني بتاعنا للخارج، وبالتالي ده كان يقلل من فرص الاستثمار في هذا القطاع عندنا. النهارده الموقف الوبائي تغير واصبحنا دوله ذات منشات خاليه، وتم اعتماد 14 منشاه ثم 16 منشاه ثم 6 منشات، يعني دلوقتي عندنا 36 منشاه خاليه، وده يجذب استثمارات جديده تخش في هذا المجال، وده اللي خلانا نقدر نلبي احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء من الفراخ وكمان البيض المائي ده، وبالتالي عندنا اكتفاء ذاتي كويس جدا في هذا القطاع، وفي توسعات مستقبليه ان شاء الله في مجال الثروه السمكيه. دكتور محمد، في مجال الثروه السمكيه كم المسائل تم افتتاحها خلال الفتره الاخيره من 2014 حتى الان كميه لا تقارن. احنا عندنا مشروع بركه الخيول، مشروع فيروز، المشروعات في تطوير البحيرات المصريه، تطوير كل البواغيث المصريه، تطوير بحيره المنزله، بحيره البرولز، بحيره قارون، البردويل، كل البحيرات تم العمل على تطويرها. تم اصدار قانون جديد للثروه المائيه وحمايه الثروه المائيه وتطوير الثروه المائيه، وده حياته بلورت للجهد المصري اللي خلانا بقى ده الجهود اللي حصل بيه الدوله المصريه النهارده بقت الدوله الاولى على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا في استزراع الاسماك، والدوله تقريبا الثالثه على مستوى العالم في انتاج الاسماك من المزارع واسماك المياه العذبه والبرج، هم احتياج كبير جدا للمصريين. مش بس كده، احنا كمان بدانا نشتغل على اسماك المياه المالحه اللي هي اكبر قيمه اقتصاديه وتفتح لنا فرص كبيره لتصدير الاسماك، وان نكون منافسين دوليين للعديد من دول العالم تتميز بالبحيرات بشكل او بالابحار بالبحار بشكل كبير. ده يساعدنا نقدر نعظم ونزيد من انتاجنا بشكل كبير جدا ونعظم المردود الاقتصادي لهذا القطاع. الانتاج الحيواني نفس الكلام، الانتاج الحيواني الطفره اللي حصلت في مجال انتاج اللحوم وانتاج الفئران، تصوير السلالات وتحديث السلالات، مشروع البتلو، مشروع البتلو ده فندم كان مخصص ليه 200 مليون جنيه قعد اكتر من 10 سنين تقريبا ما صرفش منهم جنيه. الدوله المصريه النهارده في الفتره من 2017 وحتى الان احنا صرفنا اكتر من 7 مليار جنيه ولسه مخصص 15، يعني التخصيص المخصص لهذا المشروع 15 مليار جنيه بتوجيهات السيد الرئيس. ده دليل على اهتمام السيد الرئيس بان احنا نزود من حجم الرؤوس. مشروع المنشآت ماشي في الحكايه، تطوير السلالات اللي حصل فيها من خلال عمليات التلقيح الاصطناعي، بنوزع كمان ايضا سلالات على المزارعين، حديث الانتاج، فالفلاح اللي كان بيصرف او المربي اللي كان بيتعب على راس ماشيه بمجهود بمصاريف برعايه بمكان، هو نفس المصاريف اللي هيتحملها بس هيضاعف الانتاج بالنسبه له، بدل ما يجيب 10 كيلو لبن او اكتر او اقل، لا يوصل ل 30 و25 كيلو لبن. طب احنا طلعنا لبن زياده وطلعنا لحم زياده، فالدوله المصريه بدات تطور المجازر وعملت مشروع كبير لتطوير مركز تجميع الالبان عشان الفلاح او المزارع اللي يطلع لبن تلاقي المكان اللي ياخده منه بكل سهوله، والدوله طورت هذه المراكز واعطت لكل مركز بيتم انشاؤه او اي مركز بيتم تطويره شهاده اسمها شهاده الحصب اللي بتديله شهاده اعتماد دولي انه بيطبق المعايير السليمه لحمايه او ضمان جوده الغذاء. تخيل تخيل لو ما كناش عملنا الصوب الزراعيه مثلا يا دكتور محمد، كان الموقف هيبقى شكله صعب جدا، لكن الحمد لله احنا شفنا اثر جهود اللي قامت بها الدوله المصريه في 2020 خلال جائحه كورونا فندم، والنتائج كانت دول كثيره جدا كانت بتعاني من مجاعات. الدوله المصريه مش بس حققت اكتفاء ذاتي ومش بس خلت في استقرار في الاسعار، انما احنا صدرنا في هذا العام اكثر من 5 مليون طن من الصادرات الزراعيه علشان نكفي احتياجات الشعوب الاخرى، واحنا لحتى الان مستمرين برضو في عمليه الصادرات ومستمرين في التوسع في عمليه الصادرات ومستمرين في تلبيه احتياجات المواطنين، وان شاء الله تفضل مصر بالجهود المخلصه بالعمل الدؤوب اللي حصل فيها خلال الفترة الأخيرة بلد الأمن والأمان، وتفضل محفوظة بإذن الله من كل شر ومن كل شيء.
كل اللي حصل ده شيء عظيم دكتور محمد. استخيل بقى لو ما كانش فيه في ظل اللي اتعمل ده كله من زمان الزمان وحكومات فاتت، تخيل لو ما كانش فيه تعدي على الأراضي الزراعية. طبعا يعني كان زماننا كمان في حتة تانية خالص للأسف. الحقيقة ده كان تحدي كبير يا فندم، كان تحدي كبير للدولة المصرية. واللي حصل أيضا في ملف التعدي على الرقعة الزراعية ده كان برضو من ضمن الإنجازات الكبيرة اللي عملتها طبعا الدولة المصرية. ده أنا نفسي كل اللي تعدى وبنى على الأراضي الزراعية، يعني أنا عمري ما اتكلمت بهذه اللهجة أو بهذه الطريقة، لكن الحقيقة يعني يتنفس فيه أقصى عقوبة ممكنة اللي تعدى على إن شاء الله متر حتى في الأراضي الزراعية، عشان هو يبني و و و ويقعد براحته هو وعياله، فيحرم كل هذه الملايين من الأكل. مسألة لازم تتحسب كده، ما تتحسبش بقى بالتعاطف وأصل هو متعود وعياله مش، لا لا خالص خالص. ده يعني لولا اللي اتعمل ده كان زمان ضعنا الحقيقة. تفضل دكتور محمد. سوري عفوا ان انا قطعتك. لا ولا يهم حضرتك. انا بس اللي كنت حابب اقوله كمان ان اللي بتعتاد على ارض زراعية هو ما اعتداش على حتة ارض مملوكة ليه او غذاء للمواطن، اعتدى على كل مقومات التنمية للدولة، اعتدى على حقوق شعب بحاله يا فندم، حقوق شعب حالي وحقوق شعب قادم، واعتدى عليهم اقتصاديا، لان القطاع ده تقريبا نص الشعب المصري بتاثر فيه اقتصاديا. طبعا اعتدى على المجتمع، لان احنا سكان المناطق الريفيه اللي ما لقوش ارض زراعيه هيعيشوا فين او هيشتغلوا فين؟ طبيعي مش هيلاقوا شغل. التنميه المجتمعيه كلها انهار. الدوله المصريه النهارده بتصرف 700 مليار جنيه علشان مبادره حياه كريمه لتطوير مناطق الريف المصري. تخيلي لو ما كانش فيه ارض زراعيه موجوده لسكان الريف، تخيل لما كناش عملنا حياه كريمه قبل ما الحرب دي تقوم. تخيل ولا صرف صحي ولا كهرباء ولا تليفونات ولا 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 ولا. تخيل كل ده لو ما كانش حصل في هذا الوقت الضيق جدا الصغير جدا. طبعا حتى كمان الحفاظ على البيئة. الزراعة اللي بيعتدى على رقعة أرض زراعية طلع مكانها منشأة مبنى أو عقار، هو كمان بيعتدى على البيئة، بيعتدى طبعا على البيئة. وبعدين هو استفاد بيه هو لوحده، لكن شوف هو ضر كم بني آدم. طيب دكتور محمد، قول. ولا يزال الاهم بقى ان هو يؤثر وبيعتدي على صلب الامن القومي المصري. طبعا ان الامن القومي المصري مش امن، بقول لك دول المفروض يطبق عليهم اقصى عقوبه الحقيقه يعني، وما فيش حد هيتعاطف معاهم. اللي هيتعاطف معاهم يبقى بني ادم مش طبيعي للاسف يعني. دكتور محمد، منافذ وزاره الزراعه في اي اسعار زادت على منتجاتها؟ لا الحقيقه احنا دايما بنوفر في المنافذ التابعه لوزاره الزراعه السلع والخدمات والمنتجات ب لستة تسعيرية مختلفة أو كبيرة، بتحافظ على أن تلبي احتياجات العديد من شرائح المجتمع المصري. نعم. بيبقى في تفاوت كبير في السعر، بنبدأ من أسعار ممكن تبدأ من 70 جنيه وصولا لأسعار 100 جنيه و 120 جنيه عشان يكون في تفاوت في الأسعار. نعم. مدى واسع. اللي حابب يشتري مجمد هيلاقي، اللي حابب يشتري مبرد هيلاقي، اللي حابب يشتري بلدي هيلاقي، اللي حابب يشتري. هل حصل تحريك في الاسعار ولو بسيط؟ لا يا فندم، بل بالعكس احنا عندنا دايما بنكون عاملين تخفيضات، وخلال الفتره اللي جايه ان شاء الله يكون في تخفيضات تتراوح من 20 وتصل الى 25، واحيانا في بعض تصل الى 30%. واحنا كمان عاملين في معرض الزهور، معرض زهور الربيع، احنا حاطين كمان منافذ علشان دخلت رمضان هتبقى متواجده مع المعرض. فاحنا كمان حاطين منافذ علشان اللي حابب يروح يتفرج ويتمتع بالجمال يلاقي ايضا. حاطين منافذ بيع في زي جنينه القرمان والاماكن دي بالظبط، موجود في جنينه. هايل، فكره هايله عشان تسد احتياجات المواطن. تمام. بشكرك يا دكتور محمد، بشكرك فندم. دكتور محمد القرش متحدث رسمي باسم وزاره الزراعه. بشكر حضراتكم واشوف حضراتكم بكره على خير، مع تحياتي عز مصطفى والى اللقاء.